السلام عليكم متابعي قناة جايلا شانيل. هذا الفيديو هذا غادي يكون تابع بطبيعة الحال الله فيديو اللي حطيت لكم في الصباح واللي قلت لكم خبر عاجل واللي كذلك شرحت لكم علاش ما حطيت لكمش يعني هذاك الخبر من قبل، حيت بغيت انني تنتأكد على انه خبر طبيعة الحال انه فرنسا واسبانيا والبرتغال داروها في اللائحة. شرحت لكم الشروط نظن دابا راكو عارفينها، كنت ملقح او غير ملقح وانت من اللائحة يجب عليك بي سي ار لا يتجاوز 48 ساعة. كذلك بالنسبة للاشخاص الغير الملقحين اللي ما واخدينش تلقيح، راكو عارفين على انه خاصكم ديروا حجر صحي. هنا فاش كتبقى مجموعه من الاسئله ومن خلال تعليقاتكم والتساؤلات ديالكم قلت على انني نخرج عاود ندير لكم لا فيديو. بالنسبه للتساؤلات ديالكم، واش غادي نديروا حجر في المنزل او اننا غادي نديروا في الفنادق، بحيث اننا سمعنا هذه كلمه سمعنا بطبيعه الحال فيها بزاف الاشياء، سمعنا انه غادي نديروا في المنازل. خوتي خواتاتي، حتى انا بحالي بحالكم قريت من الجريده نتاع هيبريس واللي راني حطيتها لكم في المنتدى ونقول لكم وشنو قالت الجريدة. الجريدة كتقول على أنه خدات الخبر من اللجنة العلمية الصحية اللي كتقول على أنه بالنسبة للأشخاص اللي قطعتوا البيي، يعني راكو قطعتوا البيي وتلاقيتوا راسكم في واحد لا سيتوياسيون، راه هادشي مكتوب في الخبر ما كنقولوش من عندي، قطعتوا بالنسبة للناس اللي قامت بالحجوزات. شوفوا معايا اخوتي اخواتاتي، الناس قامت بالحجوزات، المغرب زاد باخرات، فاش زادوا باخرات الناس راه قطعت ب 3000 اورو، راه قطعت ب 2600 اورو، راه قطعت ب 2100 اورو، يعني اثمنه اللي هي غاليه. طبيعه الحال هاد الناس اللي كتقولوا ليهم في اللائحه نتاع باء، يعني راكم من اسبانيا ولا فرنسا ولا البرتغال دخلتوا دابا في اللائحه باء، يجب عليكم حجر صحي. يعني هاد الناس اصلا كاين منهم اللي ما دايرش تلقيح، يعني ما دايرش التلقيح وكان انه ضابط راسه او انه واخد موعد مع المهم مع مختبر التحاليل باش انهم يديروا تحليله التي لا تتجاوز 72 ساعه. دابا غادي يلقى راسه انه خص يدير تحليله لا تتجاوز 48 ساعه، دابا خلق مشكل، دابا غادي يوقع مشكل للجاليه. الجاليه مستاءه، الجاليه جا هذا الخبر اللي هو مفاجئ، يعني فعلا خبر مفاجئ. من بعد ما تزادوا لنا الطائرات وتزادوا لنا الباخرات وغادي نكون في اللائحة ألف ورحنا مأورغانيزين راسنا على اللائحة ألف، من بعد نتلاقاو راسنا في اللائحة باء. الشروط راكو عرفتوها وقلتها لكم، يبقى السؤال واش غادي نديرو في المنزل ولا في الفندق. على حسب الجريدة ديال هيبريس كتقول على أنه اللجنة العلمية قالت بلي أنه سوف يكون الحجر الصحي، سوف أنا نقول لكم سوف بمعنى حاجة اللي هي مستقبلية، واش غادي تكون واش ما غادي تكون. سوف يكون الحجر الصحي في المنازل، وهذا الشيء اللي صرحت به اللجنة العلمية ولكن مازال ما صرحتش به الوزارة الصحة. هذا الشيء راني جاوبت لكم خوتي خواتاتي في التعليقات، قلتوا يا جليله سيري راجعي الاخبار، انا ما عندي ما نراجع كاع الاخبار عارفاها، ولكن ما نقدرش نخرج نقول لكم اه غير سافروا غادي ديروا الحجر الصحي في المنازل، وكيتوصلوا للمطار يقولوا لكم لا هذا الشيء ما كاينش في وزاره الصحه، خاصكم تمشيو للفندق. انا نعطيكم حاجه اللي كتكون من وزاره الصحه ولا من وزاره الخارجيه، حاليا مازال ما كاينش. حاليا جريده هيبريس كاتبه، جريدة هيبريس هي طبيعة الحال فعلا جريدة كبيرة ومعروفة وعندها علاقة يعني مع كل ما يخص الدولة فاش كيكون شي خبر، لكن خوتي إن فوا دير وزارة الصحة وتنشرو صاي كيكون خبر يعني نيشان. كتقول على أنه إذا مشيتوا للمغرب وكنتوا غير ملقحين تقدروا أنكم ديروا الحجر الصحي في المنازل ديالكم، ولكن كيف سيكون هذا الحجر الصحي؟ هنا يبقى السؤال. قال لك هذا الحجر الصحي غادي يكون بتعاون مع السلطات المحلية ديالكم، بمعنى أنه إذا كنتوا ساكنين في المهم السكن المقر ديال السكن ديالكم طبيعة الحال خاص كيف كنقولوا حنايا الكرات ولا القايد ولا ديال المنطقه نتاعكم يعرف باللي انك غادي دير حجر صحي، وانه خاص تكون مراقب، يعني بطبيعه الحال راه غادي تكونوا مراقبين وتكونوا عارفين يعرفوا واش انكم فعلا دايرين حجر صحي في المنازل ديالكم، وانه اليوم التاسع تخرجوا ديروا ان بي سي ار بطبيعه الحال باش تشوفوا واش النتيجه راها سلبيه. هذا الشيء اللي كنقولوا لكم في حالة ما، في حالة ما تم التصريح من وزارة الصحة فعلا أنه سوف يكون حجر صحي بالمنازل. قلت لكم زعما كيفاش وشنو قالوا في جريدة هيبريس كيف سيكون هذا الحجر الصحي في المنازل، غادي يكون تعاون ما بين السلطات المحلية. ملي كيقولوا لي أنا السلطات المحلية بالجهة اللي ساكنين فيها، يعني سوا الكرات سوا القايد، باش تكونوا مراقبين.
بالنسبة للأسئلة كذلك اللي كتقولوا لي أنه عندي ابني عنده 11 سنة ودايرة له بي سي آر، أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة، وليداتكم اللي دايرين غير بي سي آر وما دايرينش تلقيح جليلة، دابا حنايا واش حتى وليداتنا خاصهم يديروا حجر صحي بوحدهم في الفنادق في حالة ما كان هذا الخبر يعني نيشان؟ خوتي خواتاتي، بالنسبة لهذا الخبر حتى واحد ما يقدر يجاوبكم عليه، اللي يقدر أنه يعطي تفصيل أكثر هي وزارة الصحة. وزارة الصحة ما دايرة حتى شي تفصيل، ولكن غادي نرجعوا ونقولوا أنه الجريدة نتاع هيبريس قايلة على أنه بالنسبة للأطفال والمراهقين اللي مع الوالدين ديالهم فقط بي سي آر، يعني واخا كنتو داخلين من لائحة باء فقط بي سي آر، إذا كنتو يعني الوالدين ديالكم بطبيعة الحال دايرين التلقيح وغادي والديكم يديروا التلقيح، يعني غادي يديروا دايرين التلقيح وغادي يديروا حجر صحي، كنقول لكم في حاله ما، تابعوا معايا، في حاله ما، راه كيقول لكم في حاله ما انه وليداتكم جاوا من لائحه باء وكان عندكم فقط بي سي ار، ما يديروش حجر صحي في الفنادق. صايي هاد الشيء اللي كنتو كتسولوني كتقولوا لي في حاله ما وليداتنا غادي يديروا حجر صحي، واش غادي ياخذوا وليداتي مني ويديروهم في الفنادق وانايا دايره التلقيح، يعني دايره التلقيح الاول والثاني وفايتين عليه جوج الاسابيع وراني يعني يعني اون غاغل، واش وليداتي غادي ياخذوهم مني؟ اختي جريده هيبريس كتقول وزاره الصحه ما صرحت حتى بشي حاجه، ولكن كتقول على انه اللجنه العلميه الصحيه ديال المغرب كتقول على انه الاطفال والمراهقين وليداتكم يكونوا معاكم غير بي سي ار، هما ما غاديش يديروا حجر صحي، يعني كيقولوا لنا ان الحجر الصحي كيكون غير لي زادولت اللي جايين من لائحه باء. هذا الشيء راني كنقول لكم على حسب واش نوره مكتوب حدايا، ولكن الاخوان والاخوات بغيت نقول لكم هذا الامر اللي كيقولوا اللائحه باء اسبانيا والبرتغال وفرنسا دخلوا في اللائحه باء، بغيت انا نعرف كذلك واش اللائحه باء فيها غير ثلاث دول؟ اللائحه باء راه فيها من دول اخرى، فيها الناس دابا من تونس من مصر والناس د الخليج، واش الناس د الخليج حتى هما غادي يعني اذا انكم اكرمتهم وبغيتوا ديروا لهم بحال الناس د اوروبا اللي دخلتهم في اللائحه باء ما يديروش حجر صحي في الفنادق يمشيو للمنازل، واش حتى الناس د الخليج حتى هما غادي يكونوا في حجر صحي في المنازل ماشي في الفنادق؟ المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه دائما فاش كيخرج خبر، وهذه ماشي اول مره كيقيس الواحد كيقيسوا، اكتبوا لي الاخوات في التعليقات والله الا اخواتي متفقه معكم، كيقيسكم اكتئاب نفسي، كيقيسكم توتر عصبي. الاخوات كذلك اللي كتبت لي وحده قالت لي ما غادي يجي يوصل هذا الصيف يكمل حتى خاصنا كلنا نمشيو عند طبيب نفسي. فعلا هذا الشيء حيت كل مره كيخرج خبر، ولكن هذاك الخبر اللي كيخرج يلغي الخبر الذي قبله، وبطبيعه الحال كيبقى الواحد ما عارف راسو اش غايدير. دابا الحاصل حاليا ملي نزل الخبر الاتصالات ديال الناس اللي باغين انهم يلغيو، وهذا الشيء كذلك كنكتب في الجريده، الاتصالات ديال الناس لانهم باغين يلغيو الرحلات ديالهم سواء عبر الباخره او عبر الطائره، قال لك هذا الشيء اللي خلى انه اللجنه العلميه كتقول حاليا واخا صافي غادي ندير معكم واحد الاجراء انه ديروا الحجر الصحي في ديوركم، لكن هذا الخبر حاليا وانا ننزل لكم هذا الفيديو هذا مازال ما كاينش وزاره الصحه، اذا خرج من بعد بطبيعه الحال راكم غادي تعرفوه بلي خرج وزاره الصحه. نظن انني جاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم، ونظن انه وزاره الصحه بين تعطي شي خبر، عطات الخبر انه فقط اسبانيا البرتغال فرنسا زادوا في اللائحه باء ويفرض عليهم الشروط المفروضه على اللائحه باء، ولكن ما كاينش تفاصيل اكثر، ما كاينش اذا كان عندك الدراري، ما كاينش اذا يعني يقولوا لك واه راه خاصك غادي دير في المنزل ديالك، اللي قالوا انه خاصك دير في المنزل ديالك هي اللجنه العلميه الصحيه نتاع المغرب، واللي نقلت الخبر عنها هيبريس جريده هيبريس، واللي وضحت بالنسبه للاطفال، واللي وضحت بالنسبه للحجر المنزلي في الدار ديالكم كيفاش غادي تكون الطريقه ديالو كذلك بتعاون مع السلطات، ولكن لحد الساعه وزاره الصحه المغربيه ما عطاتناش يعني هاد التفاصيل كامله باش الواحد يسافر ويكون متاكد. بغيت نقول لكم انه فعلا الامور راه مخربقه ومرونه، كل واحد يدير الحاجه القدر المستطاع ديالو، اللي ما قدرش يدير شي حاجه ما يديرش فوق الطاقه ديالو، بحيث هذا كيبقى سفر يعني كيبقى غير سفر. المهم اللي بغيت نقول لكم انا معاكم في هذه المتابعه نتاع هذا الفيديو هذا، بطبيعه الحال كل ما غادي يكون شي خبر غادي ننزلو لكم، وان شاء الله نتمنى انه تكون اخبار مفرحه، وكذلك بالنسبه للمساء غادي كذلك يخطب الرئيس نتاع فرنسا، ما عرفناش كذلك وشنو غادي يقول بالنسبه للتعليمات او التجديدات. نخليكم على خير، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم.